الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. الاحتفال اليوم او الاحتفال اليوم هو نشاط معناتها بالاساس تقديم خدمات قافله صحيه بشراكه مع ديوان الوطني للاسره والعمران البشري، تقريب الخدمات من المواطنين حقهم في الصحه وفي مجانيه الخدمات الصحيه. فماش احسن من 8 مارس يتمتعوا بالخدمات الصحيه هذه اللي هي معناتها في طب النساء بالنسبه للاطفال بالنسبه لعديد الامراض، هي متعدده الاختصاصات. معناها في نفس الوقت عندنا نشاط تحسيسي تثقيفي، ورشات في الرسم في التلوين حول حقوق النساء والمساواة، تنشيط جماهيري قاعدين تشوفوا فيه، في نفس الوقت ورشات موجهة للأسر حول التربية على المساواة. دونك النشاط متنوع فريد مفيد، أن خلقنا ديناميكية في جهة، دولة موجودة بكل مكوناتها موجودة من أجل أن نتقدم القدمات، من أجل أن يكون اليوم العالمي لحقوق المرأة هو يوم الكرامة، هو يوم المساواة، هو يوم الإيمان بأنه ينبغي أن نواصل النضال من أجل إقرار حقوق وكرامة الأطفال. مصف اللملومي مدير مدرسة الرقي العليا صياد الجنوبية. المنطقة هذه منطقة صياد الجنوبية اللي هي تضم عرش الجوامعية، الغديفات، الكرايدية، الدواوزة، البراهمية، تفتقر لأبسط ضروريات الحياة خاصة الماء الصالح للشراب، واللي تضم مدرسة الرقي هذه المنطقة هذه اللي هي المدرسة هذه تبعد حوالي 26 كيلومتر عن منطقة على معتمدية العليا، وتفتقر لعديد ضروريات خاصة الماء الصالح للشراب للوليدات. كذلك أن هذه المدرسة تحتوي على بنية مهترئة بحكم أنها تأسست سنة 1960، لأنه لم تقع صيانة هذه المدرسة إلا من طرف جمعية بفرنسا السنة الفائتة. بالنسبة للاستشارة الوطنية سمعنا بها وفي بالنا بها، موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قنوات التلفزة خاصة القناة الأولى والثانية، شاركنا فيها. عملية هي عملية جيدة وتأخذ رأي الشباب ورأي كل الشرائح المجتمعية وشرائح المثقفة ولا غير ذلك. الحسين الدوادي صيادة جنوبية لعلال قيروان. بالنسبة للاستشارة الوطنية تو سيد الرئيس بارك الله فيه ومشكور، ويخدم على الانترنت ويمشي ويحب يوصل المعلومة المواطن في الريف، كما المنطقة الظلمة دي الكحلة 3 درجات تحت الصفر. شنية الاعلان تو انا تلقى في المنطقة بتاعنا دي فما 3600 عائلة، واضح مشيه 3600 وكلها ريف، الأغلبية الشطر بتاعها ما عندهاش تليفونات، هذه حاجة. اثنين، حتى اللي عنده تليفون على الجنس بدل مثال على حساب تليفوني أنا مثلا، ما نجمش نوصل به المعلومة. يا سيد الرئيس مش نوصيكم على حويجة، أنا عمري 72 سنة تو منطقة تعريف، راي مشي تمشي بالتليفونات ولا بالعالمية، فماشي مواطنين متوعين يجيبها بالدار بالبيت بالفرقة، وقتها نقولوا هاو سيد الرئيس وصلوا. سيد الرئيس راي معاه ناس بالدم باللحم بكل شيء بارك الله، كي اقتعلنا العرق المسوس متاع النهضة هذايا رانا معاه على طول. اثنين، يلزمك تحط كل عمادة فيها ثلاثة من الناس يدوروا من البيت البيت، رم فما ناس ما يعرفوش التليفونات تخلص، والأغلبية ما عندهاش تليفونات تخلص. يلزم المواطن ما تجيب تي، أنا بيدي أنا عمري 72 سنة ما نجمش نعديها الواحد هذا بصراحة. اثنين، يلزم مثلا أولاد شباب سهلوا لهم للشباب بالبيت كل بيت، مرأة وراجل يدور عليهم ندور عليهم ورجلهم، وقتها توصل
مش توصل 50%، توصل 1000%. أكثر مشاكل عندنا الماء. هاك تشوف التليم ذات هنا، تدخل توا معايا على المباشر التواليتات وتشوف الحالات السيرة بالكوارث في المدرسة. هنا تلمس مدرسة فيها 200 تلميذ، 300 تلميذ، مساكين ما غير ماء. تصور أنت تلميذ مساكين صغير عمره 7 سنين 8 سنين، بس يتحصل لي باش يغسل الماء. كدس كدس كدس، التواليت ولات عملت لنا جرثومة. المدير هاو عيط له توا، هي ما مرض بطبيعتها هذيك، مش كورونا، فات كورونا هذيك، جرذي مدود ولا فات دود ولا به. هاو نعاود تو المدرسه نسير المدير نتاع المدرسه، نقول له قداش تاخذ 60؟ ياخذها، قال ناخذها ب 70 دينار ويخلص فيها هو من عنده. وين السلطه مثير؟ ما ثم سلطه، ثم فلاحه، ثم معتمد، ثم والي، ثم وزير، ثم رئيس الدوله يوسف. هذونا دوره ما شاء الله يتفكروا فينا ويجتهدوا معانا يا ربي، ويتفكروا المنطقه هذه باسم صياد الجنوبيه. راهي ناس مساكين هنا تعبه. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.